حتى اكو بالاحاديث شيء اخر واقع، وهذا ايضا انا جربته، وهو انه استجلب الرزق بالصدقه، فادفع البلاء بالدعاء. صار عندك بلاء والعياذ بالله دعاء، فالواحد من شباب مجلسنا ما اسميه لعله لا يرضى، هذا حدثت له مشكله مرضيه في جسمه، كلش كان مضطرب، بعدين شافني قلت له واقع خلي ايدك على هذا المكان من المرض، صبح عصر يومية 7 مرات صبح حم، عصر 7 مرات حم. وحتى والدي قال لي انه اريد اوديه للندن لان هذا مرض خطير وما ندري شنو، والمستشفى قال لي خطير، زين المرض راح راح على مكان المرض. الشاهد في انه ادفع البلاء بالدعاء واستنزل الرزق بالصدقة، شاهدنا في هالجملة الثانية كان اذا رزقك ضيق انت صدق وجرب، انت جرب مع الله تعالى شو يصير وما يصير. احد تجار الكويت الكبار اللي الان هو مليونير واكثر من مليونير، يعني اقل شيء فرق فلوس جدا ضخم عنده ملايين عنده، هو قال لي قال انا في هذا البلد كنت في ضيق من معيشتي قبل 30 سنة واكثر، يقول ايش وقت احنا كل شيء يصير علي ضيق حتى ما عدي اكل الليل ولا النهار، اروح احصل فرد فلوس فرد ثوب فرد شيء اصدق من غير احتساب يفرج عنه، بس مو لازم كل شيء احنا ندري. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انقسم اكو اشياء انسان يحتسب، اشياء انسان لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب.